أنا مصطفى سلامة من الأردن، وأنا هون اليوم عم بتدرب علشان القطب الجنوبي. كلياتنا مع بعض عم نحضر للقطب الجنوبي علشان نروح نمشي تقريبا 50 إلى 60 يوم علشان نوصل للقطب الجنوبي، وبرضه رحلة عمرها ما انعملت بفور، يعني راح احنا نكون اول ناس نعمل هاي الرحلة. احنا اليوم عم نتدرب بهاي المنطقة هاي كلياتها عشان الناس تعرف كلياتها انه هذا الاشي اللي بنسويه مو سهل. هذا اللي عم نسويه هلا راح يكون 10 مرات اكثر لما نوصل على القطب الجنوبي. بس الواحد لما بده يعمل اي اشي بحياته بده يكون 100% متأكد، منظم، متدرب. طبعا انا مش بس لانتاركتيكا، طبعا انا اتسلقت 7 قمم ورحت على القطب الشمالي وهلا على القطب الجنوبي ان شاء الله. اول شيء حلم حلمته بال 2004 والحمد لله توفقت لهلا اني رفعت الاذان وصليت على اعلى قمه في كل قاره. هذا الاشي اللي بسوي غير عن اني اول اردني، في شغلتين كتير مهمات. واحدة اول اشي انه اقدر تبروموت اسلام واحكي انه اسلام هو الديانة السلام، واقدر انا افرج العالم اللي بطلع معها قديش ديننا دين سمح. طبعا هاي الرحلة رح تكون كتير متخصصة زي ما حكيت بالاسلام، وتكون مخصصة بالتعليم، التعليم لانه التعليم كتير مهم. والتعليم عم بحكي انا بغزة، عم بحكي مدارس بغزة اللي تأثرت بالعدوان الإسرائيلي قبل سنة، والمدارس اللي أثر مش قبل سنة، قبل سنة واللي بقابلها، كل ما بيضربوا الإسرائيليين عم بيدمروا مدارس أكثر وأكثر. فإن شاء الله إني أقدر نخلي الناس تعرف إنه أو نعطي إنسبريشن وهوب للأطفال بفلسطين وبرضو الأطفال العرب والمسلمين إنه التعليم إشي مهم كتير ولازم تتعلم، لازم تخلص تعليمك، لأنه بالتعليم رح تقدر تحقق أهدافك اللي بدك إياها. أنا بطلب إنك تقدر تعمل لي سبونسر، تدعمني بهاي الرحلة، علشان أول شيء رح تقدر تدعم الأيديا اللي الفكرة اللي هي الأذان على هاي القمم، الصلاة على الأماكن اللي لم يوصل عليها أحد، وبرضه نقدر نوصل صورة فلسطين للعالم كلياته. وبدي أحقق حلم وبدي أحقق إشي ما تسوى قبل هيك علشان نعمل إنسبريشن، عشان نقدر نخلي اليوث هذا اللي جاي يأمن إنه ما في إشي مستحيل. وهذا اللي نسويه هلا مش مستحيل بهالجو وبهالبرد وبهالتلج وبهالكل إشي اللي نسويه. وإن شاء الله إلى قطب الجنوبي.